ناتي بعدها أبنائي إلى الوحدة رقم 15 اللي هي من المشاكل الأسرية. عندنا هنا من المشاكل الأسرية نلخص هذا الأمر في جدول. لاحظوا عندنا أولا النسب، وعندنا الأمر الثاني اللي هو التبني. سوف نتحدث أبنائي في الأول عن النسب. أولا تعريفه، هذا النسب لغة يطلق على عدة معاني أهمها القرابة والالتحاق، هذا فيما يخص كلمة النسب. الآن اصطلاحا، حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي، أي معناه إذا ولد ولد فينسب إلى أبيه لا ينسب إلى غيره أو إلى أمه. أسبابه، الزواج الصحيح، هذا من أسباب النسب. عندنا الزواج الصحيح، فحمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها ينسب الولد مباشرة إلى أبيه. هذا الأمر الأول اللي هو الزواج الصحيح. عندنا ثانيا اللي هو الإقرار، أن يعترف الرجل بأن هذا الإبن ولده. عندنا البينة الشرعية، وهو معناه ما يثبت على أن هذا الولد هو ابن هذا الرجل، وهو بإشهاد رجلين أو أكثر فيحكم القضاء بالبنوة بهذه البينة، ويحل محلها في زماننا هذا، يعني في وقتنا هذا الذي نحن فيه، في زماننا هذا، البصمة الوراثية التي تعتبر دليل قاطع على إثبات النسب. عندنا ثانيا عندنا شيء آخر اللي هو حق الطفل مجهول النسب، يعني لا نعرف أباه، هو مجهول النسب له الكرامة، يجب أن تكون له كرامة النسب. إذا مجهول النسب له الكرامة الإنسانية، ويحاسب كذلك على جرم قام به غيره، يعني لمن يعني يقوم يعني بقذفه بكلمات أو ما أشبه ذلك. وعندنا كذلك أبنائي، ومن حقوق هذا الولد عند إعطائهم أسماء وهوية، يعني أطفال مجهول النسب، وعندنا رعايتهم كأبناء، وعندنا احترام ما هم وتعويضهم ما حرموه، يعني ما حرموا منه من الرحمة والحنان. هذا فيما يخص عندنا موضوع اللي هو النسب، هذه هي عناصر درسه. نأتي إلى شيء آخر اللي هو التبني وحكمه. نلاحظ جيدا، إذا عندنا أولا التعريف، هو أن تعطي عائلة ما، أي عائلة ما كانت، لقبها لطفل ليس منها دون توضيح. لاحظوا جيدا، إذا ليس منها لا ينسب، بيان أن الطفل ليس منهم، هذا ما نسميه يعني التبني، أن نأخذ ولد من مكان آخر، يعني من مستشفيات أو من أي حاجة أو من أي شيء، ثم ننسبه إلى تلك العائلة، هذا ما يسميه التبني. عندنا حكمه باطل ومحرم في الإسلام، يعني أن يأتي إنسان يعني من مثلا من مستشفيات أو ما نسميها تلك الأماكن التي يولد فيها، أن يأتي بطفل ويجعله مثل لقبه، أنا حرام في حسب هذا إذا في الإسلام. عندنا حكم إبطاله، لماذا قام الإسلام بإبطال هذا التبني؟ حرمه الإسلام لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات. نعم، عندنا كذلك قد يكون سببا في أن يأخذ المتبني حقوق غيره، يعني يصبح له حق الوراثة الميراث. عندنا كذلك أن يكون التبني أسباب في بيع الفقراء أبنائهم لمن؟ للأغنياء، لا أولاد لهم لتبنهم، يعني الأغنياء الذي لا يملكون أبناء، لم يهبهم الله أبناء، يعني يصبحون يشترون أبناء الفقراء ويتبنهم، وهذا أمر يرفضه الإسلام عندنا فقط أبنائي. عندنا كذلك أمر آخر اللي هو الكفالة. فيما يخص الكفالة هنا سوف نلاحظ ذلك، قال تعريفها بمعنى، هي معنى هذه الكفالة بمعنى الالتزام، تقول تكفلت بالمال أي التزمت به، ومنه قوله تعالى في القرآن وكفلها زكريا، يعني اللي هي مريم العذراء عليه السلام قد كفلها زكريا بعدما قاموا بإلقاء أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي ضمها إلى نفسه. عندنا كذلك أبناء، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وضم يعني أصبعيه، أي ضام اليتيم إلى نفسه. عندنا الآن أبناء اللي هو حكمها، الكفالة مشروعة في الإسلام. عندنا حجته، قول الله تعالى وكفلها زكريا اللي هي السيدة العذراء مريم العذراء، أي ضمه إلى نفسه.
قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أي ضام اليتيم إلى نفسه، وسوف يعني قلنا ضام اليتيم إلى نفسه، وأشار بالسبابة والوسطى يعني أصبعيه، وفرج بينهما يعني أنا وهذا أصبع، معناه كهاتين يعني 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 مقتربان من بعضهما البعض. عندنا كذلك حكمتها، يعني ما هي الحكمة من هذا الذي جعله الله جل وعلا، اللي هو حكمة الكفالة. شرعت الكفالة في الإسلام، شرعت يعني الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي لا نسب له، حتى لا يكون عرضة للآفات والجرائم، وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه، إذ يجب على الدولة أن توفر الرعاية التامة للصغير، فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك. إذن هنا أبنائي، يعني حتى يعني تنظم أفكاركم في هذا الدرس اللي هو الكفالة، عندنا أولا تعريفها بمعنى الالتزام، حكمها أن الكفالة مشروعة في الإسلام، حجتها ها هو من القرآن وكفلها زكريا، وحجة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. حكمتها شرعت الكفالة في الإسلام لحماية وحفظ الطفل الصغير. هذا هو فيما يخص هذا الدرس يا أبنائي. نأتي كذلك أبنائي إلى الملف الخامس، اللي هي القيم الإعلامية والتواصلية، التي من خلالها سوف نتحدث عن الوحدة رقم 16، تحليل وثيقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أولا، المناسبة والظروف التي ألقيت فيها هذه الخطبة من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته الأولى والأخيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة، وأخيرة يوم عرفة في موسم الحج في التاسع من ذي الحجة فوق جبل الرحمة. ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة العظيمة، اللي هي أولا نتحدث عنها، ثانيا تحليل نص هذه الخطبة، يعني ما جاء فيها. خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم البشرية جمعاء، مرشدا إياها إلى ما يصلح أمرها وحالها على مر العصور والدهور أو الدهر. فلقد لمح إلى أنه في أواخر أيامه، لأنه بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، فيجب على الناس أن يسمعوا منه آخر وصاياه، إذ أشار إلى أهم المبادئ التي جاء بها من عند رب العزة سبحانه وتعالى، حيث ماذا؟ حيث وبلغها للناس وأذي من أجلها من الإيمان بالله جل وعلا أو الإيمان بالله تعالى، ونبذ التصرفات الجاهلية، تصرفات الجاهلية وحقوق المؤمنين فيما بينهم. عندنا كذلك أبنائي اللي هي ثالثا، الأحكام والتوجيهات التي ضمنتها هذه الخطبة. يمكن تلخيص الخطبة إلى العناصر التالية. عندنا هذه العناصر أبنائي، اللي هي عبارة عن رؤوس الأقلام حتى تسهل لكم الحفظ. إذا أهم يعني الأحكام والتوجيهات التي ضمنتها هذه الخطبة، عندنا تحريم الدماء والأموال، وجعل حرمتها كحرمة الشهر الحرام، كما تعلمون الأشهر حرم يوجد أربعة. عندنا كذلك ثانيا تحريم أفعال الجاهلية التي كان أهل الجاهلية يتفخرون بها من ربا وسفك دماء وفوارق اجتماعية، يعني الفوارق ما بين الأسود والأبيض والغني والفقير وكذا وكذا وكذا، واختلاف للأنساب بالتبني. وعندنا كذلك الوصية الثالثة، اللي هي الوصية بالنساء، وبيان ما لهن من الحقوق وما عليهن من الواجبات، وبيان ما لهن من الحقوق وما لهن من وما عليهن من الواجبات. عندنا رابعا، الوصية بكتاب الله عز وجل ولزوم التمسك به، ومن لوازم التمسك بالكتاب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كذلك خامسا، الحذر من طاعة الشيطان. سادسا، التأكيد على مبدأ الأخوة والوحدة الإسلامية. عندنا سابعا وأخيرا أبنائي، اللي هو التأكيد على مبدأ المساواة الإنسانية، إن ربكم واحد وأن أباءكم واحد. إذا قلنا إن ربكم واحد وإن أباءكم وأباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا ما رواه، يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أبنائي.